غطيه شويه كده عشان الماس. بسم الله الرحمن الرحيم. سمعت؟ اقول بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وبعد. فتعلمون جميعا أننا أجرينا انتخابات لمجلس لتشكيل مكتب الإرشاد الجديد لجماعة الإخوان المسلمين في الأيام القليلة الماضية، وذلك بعد استطلاع رأي مجلس الشورى العام، وكان رأي أغلبية المجلس أن يجرى انتخاب كامل لمكتب الإرشاد، وكذلك كان رأي الأغلبية أن يتم انتخاب المكتب الآن. ونزولا على رأي مجلس الشورى واحتراما للشورى كمبدأ إسلامي أصيل وإعمالا للائحة المؤسسية، فقد قمت شخصيا بتشكيل لجنة لإجراء هذه الانتخابات من أعضاء مجلس الشورى تحت إشرافي، وتمت بحمد الله هذه الانتخابات بالطريقة المناسبة رغم الظروف التي نعيش فيها. وكانت نتيجتها كالآتي: يتشكل مكتب الإرشاد الجديد من كل من الإخوة التالية أسماؤهم وفقا للترتيب الأبجدي: 1. الدكتور أسامة نصر. 2. الأستاذ جمعة أمين. 3. المهندس سعد الحسيني. 4. الدكتور رشاد البيومي. 5. الدكتور عبد الرحمن البر. 6. الدكتور عصام العريان. 7. الدكتور محمد بديع. 8. الدكتور محمد سعد الكتتني. 9. الدكتور محمد عبد الرحمن المرسي. 10. الدكتور محمد مرسي. 11. الدكتور محمود أبو زيد. 12. الدكتور محمود حسين. 13. الدكتور محمود عزت. 14. الدكتور محيي حامد. 15. الدكتور مصطفى الغنيمي. 16. الدكتور محمود غزلان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيهم وأن يعينهم على الخير، وأن يهدينا وإياهم إلى صراطه المستقيم، وأن ينفع بهم هذه الجماعة والدعوة. وأسأل الله للجميع كل توفيق وسداد في مستقبل أيامنا إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله. هات لي بقى في بيان المكتب يقول لي شعبان كتب ولا لا قلت 9 و10 فيها خلص في الترتيب. معلش محمد عبد الرحمن الدكتور محمود غزلان قبل معلش بقى غير اخر واحد اصل ده راجل يعني نقدر عليه من كده ما فاتك ده حضرتك ولا ايه بقول ايه هتكتب على المكنه ليه؟ استعجل لي محمد مرسي، قول لي فين البيان بتاع الإخوان. سعد الحسيني بعد مش متصل بالموضوع؟ اخوان بقى اعتذر لهم عن الغلب اللي شافوه اثناء صمتنا والاعلام عمال يقطع فينا. مش قادرين نتكلم ولا ايه يا محمد؟ مش واجب؟ والله ما انا كنت مشفق علي البكاء يجيني من اسوان ويجيني من كل حته وانا مش قادر ارد. سعد الحسيني بعد الاستاذ رشاد اكتب الكمبيوتر هيكتب لك الاستاذ عبد الكريم وقالوا بعد في هيبقى اسمه اخونا يكون غزلان. لا ما تخافش بس ولا الكمبيوتر هيكتبهم. الحمد لله اللهم لك الحمد. ننفع بهذا ان شاء الله، اللهم خيرا في الدعوه ان شاء الله. انا كل ما ابص لكم كده يا اولاد
والله والله يا رأي حسين، كل ما بص للأحباب دولي أزداد ثقة في مستقبل هذه الجماعة. الحمد لله. السلام عليكم. فينا؟ أعملها لي على المكنة. نشوف الأول. أراها الأول. والاعتدال وقد نالها ما تعلمون السنين من العنة والقرح. هذا بشكل الحروف من العنة والقرح والقرح لا ولم يكن من العنة والامتلاء والامتلاء اصل اقترب القرح الابتلاء فلم يفت ذلك يفت ذلك في عضدها عضدها وكم تعرضت جماعة المشاق وكم مرت بظروف بظروف وأزمات والحمد لله ما زاد ذلك إلا قوة واستقصاء على كيد الكائدين وظل الظالمين وتحرص الجماعة دائما على الشورى في كل أعمالها وفي إدارة شؤونها ويقوم عليها مؤسساتها بكل عزيمة وبالأخلاق الإسلامية الراقية. أيها الإخوة والأخوات، لقد مرت علينا في الأسابيع القليلة ملابسة الماضية ملابسات وأحداث كثيرة صبرنا عليها وعانينا وعانيتم أيها الإخوان منها منها ومن تضارب التصريحات ومن المناخ العام من المناخ العام الذي أوجدته أوجدته مين؟ أوجدته المناخ العام أوجدته ولكنكم بفضل الله صبرتم عليها وعانيتم على هذا الصبر التزامكم بأصول وأعراف الجماعة وأركان بيعتها التي أرساها الإمام المؤسس حسن البنا رحمه الله. لكم مني ومن إخوانكم في ورطة مجد كل التحية والتقدير والاعتزاز والدعاء الدائم رجاء الله عز وجل أن يوفقكم ويزيدكم حرصا وثباتا على طريق الدعوة حزوة الله تعالى. إخواني وأخواتي، لقد رآكم ربكم من فوق سبع سماوات وأنتم هكذا ولا نزكيكم على الله بالحق المستمسكين وعلى درب الصالحين وعلى اليائسين، فلا تهنوا ولا تحزنوا وسيروا على بركة الله والله يرعاكم ويسدد على طريق الحق خطاكم. وكلماتي لإخواني وإن كانوا قليلا الذين لهم وجهات نظر واقتراحات وآراء أو حتى